حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى، وأهل الرأي في الدعوى، نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وتوفيقا وإخلاصا في الدين. وبعد، أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أبتدئ من الأسئلة التي ترد من الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. بخصوص أذان الفجر، إذا كان المؤذن أذن قبل دخول الوقت بدقيقتين، يجوز الواحد يشرب لحين دخول الوقت ولا يلتزم بالأذان مهما كان الوقت؟ يعني إذا أنا متيقن مليون بالمليون أنه لسه صفيان دقيقتين لأذان الفجر والمؤذن يؤذن، يجوز وعم يؤذن احتياطا قبل دقيقتين حتى الناس يحتاطوا، وشربت وأنا متيقن ما بفطر. لكن الأفضل دائما نلتزم بالأذان احتياطا لصيامنا. ما هي المسموحات والمحظورات للمرأة الأرملة في عدة المتوفى؟ هلا عدة الوفاة هي حالة تعبدية، ومعنى حالة تعبدية إنه بدنا نلتزم بالأحكام، يعني لا منلبس الألوان المبهرجة، ولا منلبس الزينة، ولا منتمكياج، ولا من نتعطر، ولا منصبغ شعرنا، ولا منطلع لغير ضرورة. هاي هي الأحكام بشكل عام اللي ممكن تلتزم فيها المرأة في عدتها. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أذهب إلى فاصل ثم أعود لاتصالاتكم، فابقوا معنا. ونأخذ منهم الفتوى. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو. ألو، أهلا وسهلا. ألو، أهلا وسهلا. تفضلي. ألو. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. ممكن أحكي مع الدكتور؟ أنا معك، تفضلي. أنا معك، تفضلي. الله يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيك، بس نوصلنا التلفزيون. الله يوفقك. بدي أسألك سؤال. عندي اختي مريضة وما في حدا يصرف عليها، وهي عمليات كل شهر بتعمل عملية، بجوز عليها بجوز تدفع فطرة؟ يعني تاخذ ولا تعطي؟ تاخذ بنعطيها، بس تعطي تدفع فطرة عنها. هي عندها مصاري، عندها نصاب؟ ما عندها شيء ابدا ابدا، ولا في دخل لها. اذا ما عندها شيء ابدا ابدا، فهي على المذهب الحنفي لا يجب عليها زكاة الفطر. بناخذ اتصال. الو. الو، مرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا. يعطيك العافيه شيخنا. الله يعافيكم، يا اهلا وسهلا ومرحبا. انا بدي اسال عن زكاه الاموال ببيت، اشتريت بيت غير بيتنا اللي ساكنين فيه، ونزلت فيه بضاعه وعملته محل، وعم بيع فيه بالتقسيط، وهذا المحل ما عم ناكل ونشرب منه لانه شغل جوزي منيح، فهو عليه زكاة ولا لا؟ انت عم تحكي على المحل، على البناء يعني، ولا على ما فيه من البضاعة؟ كل شيء يعني، انا ما بعرف شو هو اللي واجب عليه زكاة. هلا المحل اذا انت اشتريتيه وبدك تشتغلي فيه، هذا لا يجب عليه زكاة كبناء، يعني بناء باطون وكذا لا يجب عليك. اما البضاعة الموجودة ضمن المحل، هي اللي بتطالع عليها زكاة. موجودة البضاعة بس أنا عم بيعها بالتقسيط، فأنا إلي ديون على العالم. هاي كلها بتحسبيها وبتطالع عليها زكاة. والبناء ما عليه؟ البناء لأنه ملك، أنت اشتريتيه مشان تعملي تجارة، تعملي
بيع وشراء، فما بيطلع على المحل إلا إذا هو مشري بنية التجارة مشان تبيعي وتشتري غيره. ناخذ اتصال. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يعطيك العافية شيخ. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. بعد إذنك عندنا سؤال، بس إني أنا موظف و... وعندي بس بيتي قاعد فيه وعندي أولادي، يعني ما في غير الراتب. نعم. مشان فترة رمضان يعني بيطلع نحن نفتح فترة ولا؟ هلا إذا ما عندك غير الراتب وما عندك مصاري ولا عندك نصاب، على المذهب الحنفي لا يجب عليك. ونرجو من الأخوة جميعا اللي عم يتصلوا أنه ينوصوا التلفزيون، لأنه هي حالة صارت متكررة عند الجميع، هذا بيعمل تشويش على السماع لنا وإلكم. فياريت أي حدا بيتصل ينوص التلفزيون ويسمعنا من السماعة. باخذ اتصال. ألو. 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 أهلا وسهلا. مرحبا شيخ. يا ميت أهلا وسهلا. أهلا شيخ، مشان الفطرة. طيب. أعطيها للوالد. ما فهمت السؤال. اذا انت جزء الفطره نعطيها الوالد. ايوه، ان الواحد يعطي والده صدقه الفطر، لا ما بيجوز. يعني هي اهانه انه تعطي ابوك صدقه، انت بدك تنفق عليه على سبيل الالزام، فلا يجوز ان يعطي الولد والديه من الصدقات او من الزكوات. بيعطيهم ماله، بيعطيهم روحه، بيعطيهم قلبه على سبيل الوجوب. أما الزكاة والصدقة لا تجوز لهما. ناخذ اتصال. ألو. ألو، يعطيك العافية أستاذ. الله يعافيكم، أهلا وسهلا. هلا كأنه جاوبت أنت على سؤالي، أنا كنت عم بسأل أنه زكاة الفطرة تبعي فيني أعطيها لوالدي، والدي متقاعد. إيه لا، ما بيصير والدك ووالدتك ما بيصير. أي نعم. ناخذ اتصال. ألو. ألو. الو. الو، اهلا وسهلا. الو، يعطيك العافيه استاذ. الله يعافيك، يا مرحبا. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. رمضان كريم عليك استاذ. جميع ان شاء الله، جميع استاذ. انا زوجتي معها ذهب اكثر من هذا، اكثر من 85 غرام. طيب. كل ما معها وارد، يعني بيجوز عليهم نزكي عليهم؟ يجب انه تزكي عليهم بالتقسيط، شوي شوي بيخلصوا ان شاء الله. بناخذ اتصال. الو. الو. الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه شيخ. الله يعافيك، يا مرحبا. الله يخليك شيخي. بدي اسالك، هلا انا بسافر لعند اهلي وبد برجع فترات، يعني بالنسبة لصلاة الجمع والقصر قدي الفترة اللي ممكن أنا أجمع وأقصر فيها؟ بالطريق، بس بين ما تصلي. يعني هلا أنت طالعة مثلا لحمص، طالعة لحلب، طالعة لحما، بها الطريق بتجمعي وبتقصري. بس تصلي لمكان غير بلدك بدك تقيمي فيه أكثر من 3 أيام أو 4 أيام من عدا الروحة والرجعة، بيصير بقى هذا موطن إقامة، بتصلي الصلوات كل وقت بوقته. اما لا بدك تعدي يومين وترجعي، طبعا هذا طريق وهاليومين كله هذا قصر وجمع. من ايها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب الى فاصل ثم نعود اليكم، فابقوا معنا. يا من يراني في علاه ولا اراه، يا على العباد
لما صنعت يداه، يا من له الآلاء في أكوانه، وإذا سألنا العفو لم نسأل سواه، هب ما رضاك، هب ما رضاك فأنت أكرم واهب، واغفر لعبدك يا أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. قبل أن أخذ بعض الاتصالات أجيب على بعض الأسئلة الواردة من الفيسبوك. ما هو حكم الشراء وبيع العملات الإلكترونية من ربح وخسارة؟ يعني هي مسألة اجتهادية جديدة، يعني البعض يجيزها، البعض من المجتهدين الجدد يجيزها. أخذ المرأة المال من زوجها دون علمي، هل يجوز شرعا علما أني كافيها من كل طلباتها وطلبات المنزل ومخصص لها مصروف خاص لمصاريفها الشهرية؟ هلا لا يجوز، إذا كان هيك لا يجوز، لأنه هي مكفية وعم تأخذ معاشاتها وعم تأخذ ما تحتاجه، فلا يجوز أن تأخذ من زوجها مالا إلا بعلمه. بأخذ اتصال. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلو. ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك أستاذ. أهلا وسهلا. رمضان مبارك يا رب علينا وعليكم وجميع جميع إن شاء الله جميع. دكتور، في سؤال. تفضلي. هلأ نحن في جماعة بنعرفهم إلا علينا دين، يعني نحن إن عليهم دينة وعم يعجزوا يوفونا إياها، المبلغ تقريبا 300,000. بصير نحن نعطيه 300 نمسكه اياه بايده، وانه نحن بعدين يرجعوا لنا اياه انه مثل طالعنا زكاتنا؟ ايه بصير، يعني انا اللي على حدا دين، اللي على حدا دين. نحن قلنا على جماعه دين. تمام، حادك اياها، انا حادك اياها. قلنا على حدا دين، جيت انا هلا اعطيته زكاه مال وملكته اياها وقام رجع لي اياهم الدينات، بجوز؟ بجوز. مو هن رجع، نحن بدنا نعطيه 300 والله، فهمت عليك. اذا عجبنا انه يرجعوا لنا اياهم بجوز، نحن هون بيننا وبين نفسنا قصدنا انه الزكاه بجوز. يعني تجاوبني بعد ما افكر. حاضر، الصوره اللي انت تفضلتي فيها جائزه وتسقط عنك الزكاه. بناخذ اتصال. الو. الو الو، اهلا وسهلا. يعطيك العافيه يا دكتور. الله يعافيك، يا اهلا وسهلا ومرحبا. خلي لي اياك يا رب دكتور. انا اليوم الصبح على اذان الفجر فزيت، وانا مسكر اذان الامساك وطلع اذان الفجر واكلت يعني. نعم، عرفت علي كيف؟ فهل بيطلع علي النهار؟ ولهلا ضليت صايم انا يعني ان شاء الله. هلا بقائك صائم، بيطلع علي النهار؟ ها، بقائك صائم تاخذ الاجر والثواب كاملا، لكن لابد أن تقضي يوما مكانه، يعني بدك تقضي يوم بعده. بأخذ اتصال. ألو. ألو. إذن أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، أرجع إلى الفيسبوك ثم أنتقل لاتصالاتكم. هل يجوز أن يذبح خروف واحد وآخر بعد مدة، ولا يجب أن نذبح الخروفين مع بعض؟ علما هو نذر واحد لأمه واحد لأخوه المولد، يعني هي نذرت خروفين. هلأ عملت خروف، بعد فترة عملت خروف لأنه ما قدرتها تعمل خروفين، بجوز. وهل يجوز أن يذبح في بلد آخر ولا حصرا في البلد الذي في؟ حسب نيتها هي، يعني شو نذرت، عينت المكان ولا ما عينت المكان؟ باخذ اتصال. الو. الو. البطيء. الو. الو. الو.
الو السلام عليكم. سلام، اهلا وسهلا ومرحبا. تحياتي دكتور. ميت هلا، اهلا وسهلا. اذا سمحت دكتور عندي سؤالين بعد اذنك. ايه تفضلي. السؤال الاول دكتور، اذا انا بدي صلي لازم اعمل انا اقامه للصلاه؟ ايه سنه انه تقيم الصلاه. ايه نعم. يعني تجوز الصلاه بلا ما بدون اقامه؟ بتجوز، بس هي سنه، هاي سنة، يعني سنة تجوز بدونها. تمام. السؤال الثاني دكتور بعد إذنك، شو ما هو المبلغ الذي بيستحق إنه ندفع عنه زكاة؟ عيدي لي السؤال بالله تكرما. شو هو المبلغ النقدي يلي بتطلع عليه زكاة المال؟ يعني هو ما خيم اليوم بمقدار 15 مليون فصاعدا. ماشي، شكرا دكتور. على رأسي، أهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو الو الو، اهلا وسهلا. الو الو، تفضلي. ايه الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا هلا. بدي اسالك دكتور مشان الفطره. تفضلي. انا موظفه، جوزي عسكري، انا ما عندي ضنا، طبعا مربيه بنت جوزي، امها متوفيه. الفطرة يحق اللي أعطيها البنت جوزي؟ أنت يتيمة، تعتبر يتيمة، جوزي عسكري ما في وارد غير راتبي. أنت بتعطي الفطرة لبنت جوزك؟ إيه نعطيها، هي معي بالبيت أنا أصرف عليها. إيه يعني هي بنت جوزك، لا يجب عليك الإنفاق عليها، بجوز تعطيها. ناخذ اتصال. ألو 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 ألو، أهلا وسهلا. ألو ألو، مرحبا دكتور. ميت أهلا وسهلا. الله يسلمك يا رب. بس في سؤال بعد إذنك. ايه تفضلي. مشان العادة الشهرية بعد إذنك دكتور. ايه تفضلي. هلأ أنا تقريبا من 15 يوم، من 15 يوم أنا انتهت عندي تقريبا 6 أيام كانت العادة الشهرية، بس رجعت هلأ من أول وجديد، اجتني اليوم. شو أعمل؟ أنا لحد الآن صايمة. هي كانت العادة قديش، كام يوم؟ 6 أيام. هلأ اجتك بعد منها كام يوم؟ ست أيام. يعني هي 3 أيام استمرت بعد الستة، استمرت 3، يعني صرنا 9 هلأ، مو هي؟ لا اليوم، لا اليوم أول يوم. بعرف هدول، هدول الثلاثة اجوا بعد الستة فورا ولا في فترة بيناتهم؟ لا هلا هي 6 أيام من قبل 15 يوم. هدول اجوا هلا 3 أيام بعد الستة، مو هيك؟ ايه بعد. هدول اذا هن والفرق كان 15 يوم بين اثنين، اول يوم واليوم. بعرف في فرق بين المرة الأولى والثانية 15 يوم. ايه ايه، معناتها هذا دورة شهرية. ناخذ اتصال. الو 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 الو، اهلا وسهلا. الو اهلا وسهلا ومرحبا. الو شيخي. يبدو فقدنا الاتصال. باخذ سؤال من الفيسبوك وبرجع لعنكم. نحن نسكن في منطقة بعيدة من البادية ولا نسمع صوت الاذان في بادية حمص، ونصوم ونفطر مع اذان مدينة دمشق على التلفاز، هل صيامنا صحيح؟ لا اكيد الصيام مو صحيح هيك، لانه بعدين اليوم ما عاد صفي عذر، هلا ما عاد صفي عذر، لانه اليوم النت واليوم الاتصالات، واليوم ما عاد صفي لا بادية ولا غير بادية. نحن دائما العبرة عنا غروب الشمس، هلا بتغرب هون بحمص، بتغرب بجوز بعدنا بدقيقة بدقيقتين، يعني هذا مضبوط بالرزنامات وبالمفكرات، فلازم ينضبط. والبدو بشكل عام يعني هن أقدر الناس على تقدير طلوع الفجر وغياب الشمس، لأنه بالصحراء هذا بيتضح معهم بشكل دقيق، فما بصير يعتمدوا على دمشق،
لا، إنما يعتمدون على توقيت المحافظة اللي هن فيها. وموضوع النت اليوم وهذا اليوم فتح المجالات هي كلها، ما عاد صفي أعذار، لأنه العالم كله صار غرفة صغيرة، مو عالم صغير، غرفة صغيرة قاعدين فيها كلياتنا وقادرين نضبط أمورنا بشكل جيد. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، نذهب إلى فاصل ثم نعود إليكم، فابقوا معنا. خلي لله في فؤادك سرا، فبذا السر يحصل المأمول. قدس الله عن سمات حدوث، هو باق والحادثات تزول. ذكره راحة القلوب، ولا شك بتكراره يداوى العليل. وجه القلب في خشوع إليه، عل يحييه من لدنه وصول. وتحقق بالصدق إن قلت يا الله، وتحقق بالصدق إن قلت يا الله، فالصدق وجهه مقبول. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، عدنا لاتصالاتكم. مع اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بس لو سمح بدي أسألك سؤالين. تفضلي. أهلا وسهلا. بس هلا أبي عنده مكانات وما عم يشتغل عليهم، بيطلع عليهم زكاة؟ لا، ما بيطلع عليهم زكاة. في سؤال تاني يمكن، مو هيك؟ فقدنا الاتصال، ناخذ اتصال اخر. الو. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. مبارك عليكم رمضان شهر. اهلا وسهلا ومرحبا علينا وعليكم على الجميع. امين يا رب. اذا بتريد بدي اسالك سؤال. تفضلي. اختي عمرها 73 سنه، امية. طيب. ما بتقرا، بس تختم القرآن، تقرأ على كل سطر من المصحف قل هو الله أحد. وناس قالوا لها إيه، سألنا شيوخنا بالبلد شي قالها إيه وشي قالها ما بجوز، هذا يعني إنه بدعة أو شي. بدنا نعرف إذا صحيح يتكمل ولا شو. هلأ هو ورد في الحديث إنه قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هلأ مجرد نظرة للمصحف عبادة، كررت قل هو الله أحد، يعني إن شاء الله على نيتها كل ثلاثة بتاخد أجر ختمة بإذن الله. ناخد اتصال. ألو. ألو. أيها السادة المشاهدون والمشاهدات، انتقل لبعض الأسئلة من الفيسبوك ثم انتقل لاتصالاتكم. عم يقول نحن عايشين مع بيت حماي، هو احيانا بيساعد اهله بالمصروف، بجوز بيت حماي يعطي فطوتهم لابني ولسلفي عايشين معنا، وبصير نعطي فطرتنا ويعطونا فطوتهم. يعني اخوة يعطوا لبعضهم، اخ يعطي ابن اخوه، كله بجوز، هاد كله جائز. قديش بيطلع على كل جرام ذهب زكاة؟ مو على الجرام، هن 85 جرام ذهب، هدول 85 على عيار ال 18 بتحسبهم بالسوري قديش بيطلعوا، بيطلع معك النصاب، بعدين بتطالع عن كل مليون 25,000 ليرة سورية. ناخذ اتصال. الو. الو. الله يعطيك العافية، طولنا عمرك. الله يعافيك. هلا. الله. دكتور، في سؤال، يعني هو هذا بس سؤال واحد، وإذا في مجال وقت تاني سؤال التاني. عندي سؤالين أنا، بس هو على السريع يعني مشان أترك المجال لغيري. سيدي الكريم، في آية قرآنية بتقول إنه المرأة رب العالمين لازم ترضع حولين كاملين،
وهون ترك لها الحرية رب العالمين، بدها ترضع أو إذا بدها ما ترضع. بس كمان سيدي الكريم، في بعض المتشددين بيقولوا، بعض المتشددين بيقولوا إنه الشعر هي لازم ما يبين، يعني يبين لازم ما يبين، من باب أولى ترضع. طيب كيف بيقولوا إنه على الشعر لازم ما يبين عورة، وبيقولوا على الأرضاع، هي شغلة مهمة جدا، على الأرضاع إنه إذا بدها بترضع إذا بدها ما بترضع. بس أنه أصعب سيدي، لازم من باب أولى الأرضاع. أنا ما فهمت، ما فهمت كيف بيقولوا إنه الشعر عورة ولازم ما يبين، من هدول المتشددين. بس يا ريت توضح لي قبل الثاني، يا ريت توضح لي الربط بينهم. هلا والوالدات يرضع، بس لحظه شوي بس لك شو مثال انه رب العالمين بيقول لك سيدي، بيقولوا انه على المراه لا، يعني اذا بدها بترضع اذا بدها ما بترضع. لا مين بدها ترضع؟ يعني ابنها بترضع ابنها. مو هيك قصدك؟ ايوه ترضع ابنها. شو علاقه الشعر هلا بالرضاعه؟ بس ما فهمت. انا سيدي الكريم انه بيقولوا انه الشعر انه عوره ولازم ما يبين. اذا انا بحط مقارنه، عبساوي مقارنه هلا مثلا بيقولوا انه انا مثلا بنتي او مرتي بتطلع ما بتغطي شعرها، بيقولوا لا صيامك مو مقبول، انت مو مقبول صيامك وكل عبادتك ما بتنقبل وبتنرد عليكي العامة هيك بيقولوا. سيدي بدنا هيك شيء توضيح على هالكلام سيدي. تمام. هلا هي قصة الصيام ما لها علاقة بالشعر وما الشعر، هي صيام مقبول لأنه هو عبادة مستقلة، حتى لو واحد ما بيصلي وصام كمان صيامه صحيح، يعني هي عبادة مستقلة عن هي. الشعر ما له علاقة ظهر ولا ما ظهر، المهم أنه يكون شروط الصيام صحيحة ومتحققة، فالصيام بيكون مقبول. أما لهلا أنا ما الحقيقة ما فهمت الربط مع الرضاع شو هو. على كل باتصال آخر ممكن توضح لنا الموضوع. في سؤال تاني؟ ايه السؤال التاني سيدي. طبعا. السؤال التاني بيقولوا انه والله منسمع بالبيئات الشامية انه والله ان قريت فاتحتها لازم انه ما تتراجع، وحتى الشيخ تبع البيئات الشامية بيقول لك انه لا لازم ما تتراجع. الفاتحة بيعدوها عقد بيعدوها، إيه ما صحت هذا شرعا، ما صحت هذا القول شرعا يعني. الله يجزيك الخير. هلا الفاتحة بالفعل ما هي عقد، هي بيسموها وعد بالزواج، يعني مثل خطبة بيقولوا لها وعد بالزواج وليس بعقد. يعني لو أروا فاتحة على واحد وجا واحد تاني وعقدوا عقده صحيح، يعني عبارة عن انه كانوا مخطوبين وتركوا الخطبة مو العقد. هلا احنا احيانا بنستخدم لفظ الخطبة على العقد، هو خطأ. هلا بيقول لك والله احنا مخطوبين، شو يعني مخطوبين؟ يعني عملنا عقد شيخ؟ لا، هذا العقد يعني متزوجين مو 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 مخطوبين. الخطبة يعني بدون عقد. فالفاتحة هي خطبة وليست بعقد وليست ملزمة، وليست ملزمة لصاحبها. ناخذ اتصال. الو 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 اهلا وسهلا. مرحبا شيخي. يا ميت هلا. هلا انا شيخي بصلي صلاة العشاء وبترك صلاة التراويح لبعد المصليون مع قيام الليل، بجوز؟ ايه بجوز، ممتاز، ما في احسن من هيك. يسلم ايديك. على راسي ميت، اهلا وسهلا. باخذ اتصال. الو اهلا وسهلا. يا ريت نوصل التلفزيون تسمعينا من السماعة. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي عندي سؤال واحد بس لو سمحت. ايه تفضلي. شيخي انا يعني ما حكم الجماع بين الرجل والزوجة نهار رمضان وهن بيعرفوا انه حرام؟ لا ما في، مو مقبول. الجهل بدار الاسلام لا يعتبر عذر. هلا هذا حرام وفي كفارة، هي اسمها كفارة كبرى، صيام 60 يوم متتابعين، إذا أفطروا بواحد يعيدوا 60.
هلا انا برجع للاسئله اللي وردت من الفيسبوك ومنجاوب عليها. انا اختي متوفي، انا اخي متوفي وعنده بنته مو متزوجه، بصير فتره العيد اخذها على السوق وجيب لها فيهن تياب على الحنفي بجوز. نحن عائله مكونه من 7 اشخاص، امي وابي موظفين وانا بشتغل واختي بتدرس وعايشين على قدنا وبيتنا اجار. الفطره واجبه علينا، اذا ما معكم نصاب لا يجب. اهلي معهم ذهب وبلغ النصاب وحال عليه الحول، بس والدي ما بيطالع عليهم زكاه. بس امي هي بتطالع. هل مقبوله؟ مقبوله ان شاء الله. عندي قضاء صلاه الصبح، هل يجب ايضا قضاء السنه مع الفرض؟ بعض المذاهب بيقول اذا واحد فات صلاه الفجر بحق له يقضي سنه الفجر معهم، والبعض بيقول بس الفجر. مساله خلافيه وكله جائز ان شاء الله. ايها الساده المشاهدون والمشاهدات، مع هذه الاسئله اترككم بعون الله ورعايته، على امل اللقاء بكم دائما، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حديث النفس والنجوى يحيرنا ولا يطوى، وأسئلة تطوف بنا نحللها بلا جدوى، وتبقى دون أجوبة وتكثر بعدها الشكوى. لأهل الذكر نرفعها، لأهل العلم والتقوى، لأهل الرتبة الأسمى، وأهل الرأي في الدعوة، نحييهم ونسألهم ونأخذ منهم الفتوى.